وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفانا من العاصمة الروسية موسكو بسام البني الكاتب والباحث السياسي، ومن العاصمة الأوكرانية كييف دكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية. أبدأ معك سيد بسام، تهديد روسي بالرد على تدمير أو تفجير القرم، جسر القرم، تهديد روسي بالرد على القنابل العنقودية، تهديد روسي أيضا بالرد المناسب في حال استخدام طائرات F-16 من قبل أوكرانيا بعد أن يتم تدريب طياريها عليها. هذه التهديدات الروسية المتعاقبة ماذا تخفي وما مدى قدرة موسكو على تنفيذها؟ أسعد الله أوقاتك أستاذ حسن وأوقات السيد محمد بن كييف. يعني بكل تأكيد موسكو تنذر الغرب وتحذر من أن يعني طائرات الـ F-16 على سبيل المثال تستطيع حمل رؤوس نووية، ولا يمكن للدفاعات الروسية أو الجهاز الإنذار المبكر باكتشاف إن كانت تحمل صواريخ نووية أو لا. لذلك هي تحذر من خطورة تسليم أوكرانيا مثل هذه الطائرات، وستعتبرها هدفا مشروعا، وربما قد تضرب مطارات قد تكون يعني مجهزة لها في الجوار الأوكراني ليس في أوكرانيا. هذه نقطة. أما عن موضوع جسر القرم فقد بدأت كما نعلم من بعد أن استهدفوا شبه جسر القرم بشاحنة مفخخة في الماضي، بعدها مباشرة بدأت عملية إطلاق الصواريخ البعيدة المدى ومن بحر القزوين وعالية الدقة لاستهداف مناطق في كييف ومخازن للأسلحة وللسكك الحديدية وإلى آخره من هذه النقاط. هذا اليوم لا أعلم إلى أي مدى روسيا مستعدة لقصف مثلا أو رفع مستوى الأسلحة المستخدمة، ولكن أعتقد أن الرد سيكون هو يعني إيقاف روسيا التعامل مع صفقة الحبوب، وبالتالي يمكن قصف المنشآت الحيوية أو البنية التحتية لميناء أوديسا من أجل منع تصدير أي حبوب أوكرانية حتى يتم الالتزام بالجانب الروسي من الصفقة. وبالتالي نحن أمام شد حبال وعض على الأصابع، من يصرخ أولا هو من سينهزم. نعم. طيب يعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا في أوكرانيا في كييف دكتور محمد فرج الله. دكتور محمد، الاعتراف الأوكراني الصريح بأن كييف تقف وراء الهجوم على جسر القرم، بما تفسره وما خطة كييف في المرحلة المقبلة في حال الرد الروسي الموجع على هذه الضربة؟ تحية لكم سيدي الكريم ولضيفك من موسكو ومشاهدي الكرام. أوكرانيا لم تعترف أو تنفي، أوكرانيا كل ما قالته بأن هذا الجسر هو يعتبر بناء هندسي غير قانوني وغير شرعي، بنته روسيا كمحاولة تأكيد احتلال القرم. وأوكرانيا تقولها رسميا بأن هذا الجسر سوف يدمر عاجلا أم آجلا، لأنه بدأ احتلال القرم من الجسر وينتهي احتلال القرم وطرد الغزاء الروس من القرم وهنا الجسر. أعتقد هنا الاستخبارات الحربية الأوكرانية ترسل رسالة، رسائل متتالية إلى موسكو أولا وإلى الغرب ثانيا. إلى موسكو أولا بأنه إلى المواطنين الذين قدموا بعد عام 2014 أنه لا زال لديهم فرصة لترك القرم، وأن أوكرانيا لن تفاوض ولن تتنازل عنه، وأن أمن المنطقة وأمن حوض البحر الأسود لن يكون إلا عندما تستعيد أوكرانيا السيادة في طبعا المياه البحر الأسود في القرم. ورأينا بأن روسيا تشكل تهديدا خطيرا لكل جيرانها إلى تركيا وبلغاريا ورومانيا، وأكبر ذلك البحرية الروسية تقطف المدن الأوكرانية والمدنيين بصواريخ كروز وغيرها من البحر الأسود. ثانيا إلى الغرب، قبل فترة كانت محاولات غربية لمحاولة ربما الضغط على أوكرانيا أو إقناعها بأنه ربما نترك القرم إلى مرحلة لاحقة، والآن التفاوض على الأراضي المحتلة في القرم والدنباس. هنا أوكرانيا تقول بأن أوكرانيا لن تتوقف وأن أوكرانيا لن تفرض بأي طبعا شبر من أراضيها. أما موضوع الرد الروسي سيد الكريم، روسيا فعلت كل ما تفعله من مجازر ومن تدمير ومن مسح مدن، لذلك اليوم الأوكرانيون ينظرون بأنه تصبح أوكرانيا بأمان عندما يطرد آخر جندي روسي من الأرض الأوكرانية. ورأينا عندما زاد الروس على أرض الأوكرانية زاد العبث، تدمير طبعا سد كاخوفكا، الآن تهديد فيما يخص زاباروجيا، واليوم أوكرانيا تقنع الغرب مدونة بالسلاح بعيد المدى سواء
صواريخ أتاكامز أو القنابل بعيدة المدى، كل هذا لأن أوكرانيا بكل بساطة تدافع عن نفسها. أما ما يخص طبعا الآن ممر الحبوب، قالها السابق رئيس الأوكراني الميناء أوديسا والمياه الأوكرانية مياه سيادية، وإن خرجت روسيا البحرية الأوكرانية سوف تشق طريقها من البحر الأسود. وأرسل رسالة بأن أكبر طبعا طرادة روسية وهي موسكفا أغرقت بالسلاح الأوكراني. اليوم روسيا محاصرة في بحر البلطيق بعد الضوء الأخضر ضم القرم لضم عفوا السويد إلى الحلف الناتو. كذلك تركيا لن تسمح بدخول بحرية روسية، لذلك اليوم روسيا تزيد من التصعيد دوما وتشد من الحبل على عنقها. بوتين صعد على طبعا شجرة ويريد أحد أن ينزله، واليوم الأوكرانيون كما أراه هنا في كييف اليوم مصرون مهما كان الثمن لن تتنازل أوكرانيا عن أي شبر من أراضيها وبكل وسائل المتاحة وفق القانون الدولي. والجسر هو مبني بطريقة غير شرعية وغير قانونية ولا أحد يعترف به. نعم. عند هذه النقطة دكتور فرج الله اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى السيد بسام البني. يعني دكتور فرج الله يتحدث عن أن الرئيس بوتين يلف الحبل حول عنقه بعدم التمديد أو عدم المد لاتفاق تصدير الحبوب، يعني كما استمعتم يعني إلى البدائل الأخرى الموجودة وأن تصدير الحبوب سيتم، فكيف تنظر إلى هذا الرأي؟ يعني السيد محمد فرج الله ملكي أكثر من الملك، يعني هو يقول ما لا يقوله الغرب الذي يدعم أوكرانيا، وأوكرانيا دولة فاشلة لا تملك من الإنتاج لا إنتاج ولا أموال ولا أسلحة ولا شيء. يعني إن توقفت إمدادات الغرب إلى أوكرانيا يومين ستنتهي الحرب باستسلام أوكرانيا، ولكن يعني يبدو أن لديهم أحلام بأن يحرروا شبه جزيرة القرم، وهذا حقهم. يعني كل إنسان له الحق بالحلم. أنا أعتقد أن من يلف الحبل حول عنقه هو الرئيس زيلينسكي، لأن هذا المهرج السابق اليوم يعني يتصرف وكأنه يتسول من الغرب، فقد أفشل أصلا زيلينسكي لقاء فينوس للناتو عندما أحرج الناتو بطلباته المتكررة، وهم لا يريدون تلبية لا دعوة أوكرانيا إلى الناتو ولا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يقول إن لم تقبلون في الناتو فلن آتي إلى القمة. وجاء يعني المهم الموضوع هو موضوع حرب بين روسيا والغرب وليس حرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن أوكرانيا هي دولة وسيطة أو دولة بروكسي تحارب عن الغرب، هذا ما هو الظاهر والحقيقة. يعني اليوم نحن أمام معضلة كبيرة، أن الغرب لا يعترف بشبه جزيرة القرم روسية، وبالتالي أوكرانيا تعتبرها أرضها أيضا حتى الآن، وتهاجم شبه جزيرة القرم وتهاجم سيفاستوبل وتهاجم ما هو أصل الانقلاب العسكري الذي حدث في كييف. أصله لأنهم كانوا يريدون أن يخرجوا روسيا من شبه جزيرة القرم من قاعدة سيفاستوبل من أجل إهدائها إلى الغرب، فتدخلت روسيا وضمت شبه جزيرة القرم وقتها بوقت بشكل شرعي كامل، يعني وكان هناك كاستفتاء للشعوب. ولكن الغرب عندما يريد يقول لك تحقيق حق تقرير المصير، وعندما لا يناسبه الموضوع يقول لك سيادة الدول وإلى آخره. الموضوع اليوم أخي الكريم موضوع واضح للعيان، هناك حرب روسية غربية بيد أوكرانية، عندما يتخلى الغرب عن أوكرانيا ستستسلم بالشروط الروسية، وأنا أرى كما أراك أمامي. نعم. طيب أرجو أن تبقى معنا سيد بسام، أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد فرج الله فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب وعدم المد الروسي لهذا الاتفاق. ما الذي يمكن أن تفعله كييف للرد على هذا الموضوع، وما الخسائر الناجمة عن عدم التوقيع الروسي على المد؟ سأرد على سؤالك ولن أتعرض لما قاله السيد بسام من مغالطات لا علاقة لها بالواقع. ما يخص الحبوب السيد الكريم، أوكرانيا اليوم هي العالم كله أدرك وأوكرانيا تدرك بأن أوكرانيا من الدول التي هي تعتبر من كبرى مصدر الحبوب. واليوم الحبوب في ظل الأزمة العالمية، أزمة المناخ وأزمة التصحر وكذلك الجفاف وتراجع طبعا الموارد، يصبح الحبوب الآن مثل البيتكوين الأوكراني. العالم اليوم كله سوف يهرع للضغط على بوتين للسماح ولفتح هذا الممر أولا. ثانيا أوكرانيا لم تضيع الوقت في عملية التعويل فقط على بوابة البحر الأسود عبر أوديسا، أوكرانيا بنت طرق بديلة عبر نهر الدانوب إلى ميناء رومانيا، وأوكرانيا قامت كذلك بخطوط عبر البر مع بولندا والتصدير عبر موانئ غدانسك. أوكرانيا لم تضيع أي دقيقة وتستمر. أضف لذلك
هذا اليوم سيجعل أوكرانيا حلة من أي اتفاق كان دبلوماسي في البحر، وهنا سيفتح الطريق أمام الدرونات الأوكرانية. السفن الروسية في البحر الأسود طبعا هي معدودة، ولا يمكن لروسيا أن تجلب أي سفينة من الخارج، لأن مضيق البسفور باختصار تركيا تدير ولن تسمح به. إذن تصبح البحرية الروسية اليوم في اصطياد الدرونات الأوكرانية، وأعتقد اليوم اسقاط طائرة صعب جدا وأوكرانيا تسقط طائرة روسية. أما إغراق السفن أعتقد هو أكبر بكثير، وروسيا التي هي جعلت من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول حصان طروادة لتقوم بغزو أوكرانيا، وهذا الخطأ الأوكراني نسميه الطيبة الأوكرانية عندما سمحت لروسيا أن طبعا تقيم قاعدة عسكرية في سيفاستوبول هو التي استخدم من روسيا لغزو أوكرانيا. اليوم هذا هو أسطول البحر الأسود الروسي، أعتقد اليوم سيصبح فريسة لماذا للدرونات. أما موضوع التزويد يبدو أن السيد بسام لا يقرأ حلف الناتو أقر ما لم يقر من السابق، حلفته أقر بأن أوكرانيا تستحق العضوية ولكن في الوقت المناسب. حلف الناتو ضم السويد وفنلندا، وهذا أكبر صفعة لروسيا اليوم. طبعا المعسكر الشرقي أو الجناح الشرقي لحلف الناتو متين، بوتين الذي جاء بهذه الحرب وهدفه يحتل أوكرانيا جاء ليقول ليمنع الناتو من التوسع، الناتو يضم دولتان مهمتان ويتوعد بدعم أوكرانيا، ويتوعد أيضا إضافة للمتبع الكبار بكذلك بماذا بضم أوكرانيا في المستقبل. كذلك اليوم أوكرانيا أقنعت الغرب وبالذات الجناح الشرقي لحلف الناتو بأن الجيش الأوكراني هو درع أوكرانيا أو درع أوروبا الشرقية، وأنه بدونها سوف يتمدد العبث الروسي نحو أوروبا. نعم. واليوم أوروبا معنية الجيش الأوكراني بأكثر ما هو الجيش الأوكراني معني طبعا بالناتو. وهنا نقول هل حقق بوتين شيئا مما كان من الحرب؟ أبدا، نتائج عكسية تعود على روسيا بالدمار وبالضبع المنظومة الأمنية على روسيا. أما أوكرانيا هذا لها كان عبارة عن الإفاقة من حلم الأخوة التي عاشها الشعب الأوكراني 100 عام، بأن الشعب الروسي والأوكراني أخوان. شكرا لبوتين بين قوسين أثبت الأوكراني بأن الروس ليسوا طبعا إخوة للشعب الأوكراني، واليوم تبنى أوكرانيا دولة جديدة. لا علاقة لها بالبروباغندا السوفيتية. وهنا يكون بوتين وروسيا خسرت الشعب الأوكراني وإلى الأبد، والقرم سيعود لأوكرانيا عاجلا أم آجلا. وأكبر طيب. دليل المصالح يعني والتنين. دكتور محمد اسمح لي أن أعود مرة أخرى سنعود يعني اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى السيد بسام البني. السيد بسام يعني لعلك استمعت إلى ما قاله السيد فرج الله فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب، وأيضا اليوم الرئيس التركي ربما فتح بابا لنظيره الروسي بأنه يعني واثق من أنه سيمد هذا الاتفاق، فكيف تنظر أو تقرأ تصريحات الرئيس أردوغان ومدى قدرته على إقناع الجانب الروسي بالعودة إلى الاتفاق مرة أخرى؟ سأعود إلى صفقة الحبوب، ولكن دعني أن أصحح خطأ تاريخي وقع فيه السيد محمد الآن عندما استعرض وقال أن أوكرانيا أخطأت حين سمحت لروسيا بالقيام بقواعد عسكرية بحرية في سيفاستوبول. فالقاعدة البحرية في سيفاستوبول موجودة منذ قبل أن تكون هناك دولة اسمها أوكرانيا، وهي موجودة من عهد يكاترينا الثانية وقبلها الإمبراطور الروسي. لذلك أنا أعتقد أن على الأستاذ محمد العودة إلى التاريخ وقراءة التاريخ جيدا. أما عن موضوع صفقة الحبوب وما قاله السيد أردوغان، السيد أردوغان يكرر ما قاله بوتين قال أن مستعد روسيا للرجوع إلى صفقة الحبوب في حال تم الموافقة على الجزء الروسي، يعني تم تنفيذ الجزء الروسي الخاص في هذه الصفقة، ولكن روسيا قبلت في هذه الصفقة منذ البداية وهي تعلم أن الغرب لن يلتزم، ولكن قبلت من أجل تعرية الغرب بأنه ليس موضوع جوع الشعوب هو من وراء هذه الصفقة. يعني هو عذرا آسف للمقاطعة سيد بسام يعني لضيق الوقت، أشكرك شكرا جزيلا. ننوه فقط إلى أن ما نعرضه على الهواء مباشرة الآن هو آخر السفن التي تحمل الحبوب طبقا لاتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي اليوم، والذي راعته تركيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية. هذه السفينة تدخل الآن إلى الموانئ التركية باعتبارها آخر سفينة بموجب اتفاق الحبوب الحالي قبل أن يتم النظر في مده أم لا. شكرا جزيلا سيد بسام البني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من موسكو، والشكر موصول إلى دكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، كنت معنا من كييف.